السلام عليكم. في قناة ماجيك بلو من ان شاء الله من القدام ان شاء الله كل اسبوع فيديو ونوريكم لي برودوي ديالنا وحتى لي بروموسيون ديال الشركة ديالنا. بالنسبة لا بروموسيون اللي غندير اليوم واحد لا بروموسيون زوينة وبزاف الناس كيتسناو فيها. هاد لا بروموسيون كتكون من واحد جوج ثلاثة أربعة ديال القطاع اللي هما واعرين. بالنسبة دائما التذكير بالخدمة ديال السلعة ديالنا، نديرو تذكير الخدمة ديال هاد لا موندولين. هادي لا موندولين خطيرة، كانت قادات يلاه جبناها دابا. هادي كدير بزاف د الحوايج، بحالاش مثلا كنا باغيين نصاوبو لي فخيت كنحطو هذا دائما، هذا كنحطو بحال هكا كنجبدو الموس، بغينا نلصقو كنحطو الموس بحال هكا وكنرفعو ونلصقو. هنايا غنحيدو الموس الاول، كاين واحد جوج ثلاثة أربعة، ولا قلبناه كيولي خمسة. كنحيدو هادو كاملين، كناخدو الموس الأول. هنا كنحط الموس الأول. هنا بالنسبة للفريت اللي كيعذبك وتبقاي تقطعي وتقادي وميسطارة، كنقبطها بالشابو ضروري، من الشابو لان هاد الماس هادو ماضي الشابو كيحمي ليا اليدين ديالي. وكنقبط كل فريد ديالي بسرعه بسهوله بلا عذاب بلا تمر. شوف معايا شحال ديال الوقت وما كيبقى حتى شي حاجه. بحال دابا هادي ما تخرجش ليا الفريد، انا نقاد في الفريد ما تخرج ليا والو. ها هي حتى الاخير اول شاط فيها. هنا بالنسبه لي فخيت، لي فخيت ميم طاي ميم بيسون، ما كيتوقع ليه حتى شي حاجه. فوالا ها لي فخيت تاعي. شوفوا معايا احسن فريت توجد في الدار في المنزل ديالك، فريت ماكل. هذا بالنسبه للفريت كيوجد بسرعه بسهوله، هذا راه ما غيتحرق ما والو، انه كله عبار واحد وطاي واحد. هذه ضروري تكون عندك في المنزل. واليوم راه دايرين فيها واحد البروموسيون اللي هي زوينه مع الباك ديالها. هنا بالنسبه للفريت نفس الموس، هو ما كنبدلوش، كنقبط البصله ديالي، البصله كما كانت كنقبطها بطبيعه الحال. نحيدو هاد الزوائد هادو، نقبطها بالموس ونضربها واحد جوج ديال الضربات بالموس باش تسهل عليا في التشلاط. هنايا إلا كنت باغي نصاوب لها سوب أو باغي نصاوب شلاطة غليظة، كنقبط الشابو ديالي، كنهبط ونعاود نهز ونعاود نهبط ونعاود نهز حتى كتقطع عليا أي حاجة. شوفو معايا هنا بالنسبة للبصلة، مربعات مكعبات بسرعة بسهولة بلا عذاب بلا تمارة. هنا غادي ندوزو حتى المطيشة، قبط المطيشة ديالي وحتى هي مقطعة، راهو معايا مطيشة صحية باش تقطعيها. هنايا بسرعة بسهولة هاهي شلاضة وجدات عندي دار في المنزل. شوف معايا شلاضة كيفاش دايرة، خاصة فقط شوية ديال الخيار وهاهي وجدات. هنا نقبط حتى الخيار ديالي بالشابو بطبيعة الحال، دائما الشابو باش نحمي اليدين ديالي. ونصاوب الشلاضة تاعي بسهولة. لاحظوا معايا المدة باش صاوبت الفريت والشلاضة، هاهي شلاضة واجدة بسرعة بسهولة، أحسن شلاضة توجدي في الدار. هادي راه مهمة ضروري خاصها تكون عندك وتكون عند كل مرا في المنزل في المطبخ ديالها، أنها كتساعد بزاف. شوفوا معايا المربعات كيفاش دايرين، نفس لاطاي مربعات نفس العبارة. هنا يمكنك ديريها حتى لي فخوي، مثلا تفاح بوعويد البنان اي حاجه تقطعها بحال هكا وتصاوبي لي سلطه ديالك. هنا بالنسبه للموس الاول كنضغط على هاد اليد هادي كنهبطها لتحت، وهذا راه الومنيوم باش تعرفي القوه ديال الماشين. كنحيدها كنركب الموس الثاني. هنا بالنسبه للموس الثاني هذا كيخرج ليا لي زالاميت، شي حاجه رقيقه. لاحظوا معايا هنا لي زلاميت هاهما واجدين، أو فريت عواد. هادي كتكون زوينة نديرها بالنسبة للبطاطا الكورجيت الخيزو أي حاجة تقطعها بهاد الطريقة ونسوطيها ونخلطها مع لي بات، كتجي واعرة كتجي خطيرة. شوفوا معايا السرعة والإتقان والدقة في نفس الوقت، السرعة والدقة في نفس الوقت. هنا بالنسبة لي زلاميت هاهما لي زلاميت تاعي واجدين. شوفي معايا طريقة باش تكوني حاذقة، وحتى التحضيرات اللي كتوجدي في المنزل ديالك المطبخ ديالك والمأكولات تاعك كتكون عندها قيمة، لأنها يعني مقطعة بواحد الطريقة احترافية جدا. هنا بالنسبة للبصلة كنقبط البصلة ديالي وكنخدم مرة هكا مرة هكا، إين فوا 24 فوات، أو كضربيها بالموس على حسب شنو بغيتي. هنا كتك البصلة رقيقة. لا ميم شوز بالنسبة للخيار، قبضت الخيار ديالي، انفرج 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 انفرج
جيست على فان فوالا ها هي رقيقه حتى هي بسرعه بسهوله. الخضر كاملين كنقطعيهم بهذه الطريقه كنزوي هذا الموس الثاني كما شفتوا معنا الموس الاول كيصاوب الفريت كيشلد غليظ، الموس الثاني كيصاوب الفريت رقيق وكيشلد رقيق. هادو جوج ديال الماس ها هما حيدناهم. اشنو بقى عندي؟ بقى عندي الموس اللي ما فيه حتى شي حاجه. هذا بالنسبه شوفوا معايا لي غوندال، كي باغي لي غوندال غلاظ ها هما كيقطعهم لك بسهوله. لي غوندال ما تبقايش تعدلي معاهم، نفس لاطاي نفس لاطاي. هاد لي غوندال هادو ما غيتحرقو ما غيوقع عليهم حتى شي حاجه. غوندال طاجين ديالك شويه بالنسبه للبصله مطيشه كذلك، اي حاجه كتبغي تقطعيها الا كتقطعها لك بسهوله. نحيدو هادشي كامل وندوزو كما قلت لكم هذا الموس كيقطع غليظ، دابا غنقطو ونقلبو. يعني حنا كنوريك غير البرانسيب باش تخدمي، وانت ديك الساعه كيبقى لك اختيار بالنسبه للخضر ديالك وبالنسبه للفواكه ديالك حتى هما كلك تقطعيهم بالطاي اللي بغيتي. هنا بالنسبه للموس الرقيق هذا كيخرج ليا خضره رقيقه بزاف. لاحظي معايا شوفي معايا واش كاين شي موس بهذه القوه، مستحيل تلقاي شي موس بهذه القوه. شوفي معايا مطيشه كيفاش تقطع ورقه ورق، هذه مطيشه كتقطع وراق. شوفي معايا الطريقه باش كنقطع مطيشه ورقه ورقه. هنا بالنسبه للمطيشه كنقطعها ورقه ورقه. لا ميم شوز بالنسبه للكورجيت، شوف معايا هذه الكورجيت تاعي مقطع نفس لاطاي نفس لاطاي، حتى هو ورقه ورقه وبسهوله رائعه جدا. هنا بالنسبه حتى بالنسبه للحامض كنقطعو رقيق، اي حاجه دوزتها هنا كتقطعها هي رقيقه. شوفي معايا شوفي معايا شوفي، هذه كوني اكيده تضيعي الوقت، تضيعي نهار يومين ثلاث ايام اربع ايام، تقدر تضيع عمرك كامل وما تقطعيش بهاد لاطاي وبهاد السرعه. هنا غنقبض الدنجال ديالي، كما قلت لكم ضروري الشابو في يديا. هنا بالنسبه الدنجال ها هو، شوفي معايا الدنجال ورقة ورقة. هذا بالنسبة للدنجال تاعي قطعو ورقة. لا ميم شوز بالنسبة للخيار بالنسبة للفلفلة، أي حاجة درتيها هنا إلا وكتقطع لك بسهولة. هنا بالنسبة للخيار ديالي نقطع الخيار ديالي بالنسبة للخيار، لا ميم شوز. لاحظوا معايا هنا بالنسبة للفلفلة، كنتي باغا الفلفلة كتخ. هنا بالنسبة الحاجة اللي كنستعملها كنبغيها رقيقة، لا ميم شوز. بالنسبة لي شيبس شوف معايا لي شيبس، هنا بالنسبة كما قلت لكم الفلفلة هي رقيقة. بالنسبة شوفوا معايا خطيرة جدا. هنا بالنسبة سميتو وحتى كذلك بالنسبة للدنجال. هنا نزيدو مازال بالنسبة للخيار، خوت الماء باش تبان الخدمة ديالنا. هنا بالنسبة لاحظو معايا خيارة شحال تخرج ليا ديال لي غوندال، رقاق بزاف. كنزولو هذا أو نخليوه مازال عندنا به الخدمة. هنا بالنسبة ليشو ليشو البصلة، شوفو معايا بالنسبة للناس لي كيصاوبو البصلة بزاف دابا الصيف إن شاء الله الرحمن الرحيم كنحتاجوهم، وحتى بالنسبة للعيد الكبير في الحياة نحتاجو بحال التقطيعات كيفيدونا. شوف معايا شوف ليشو ليشو شعر كله فيتامين في السلطة. هذا بالنسبة ليشو، كذلك بالنسبة للبصلة قطعت البصلة ديالي بهذه الطريقة. هنا البصلة كتخرج شعر، البصلة التفاحية كنخرجها بحال هكا، هذه البصلة التفاحية كتخرج زوينة، نديرها للتفاحية أو نحمرها. بالنسبة للدار اللي كيحمقو على شيبس
بطاطا وحده تصوب لك الكميه ديال الشيبس اللي انت محتاجها. شوفوا معايا كفه صغيره الشيبس تاعي، كمية ديال الشيبس اللي تحتاجي في بطاطا صغيرة بزاف. هنا بالنسبة للموس الثاني، دابا غادي ندوزو للموس الاخر هو هذا. هذا كنركبو كنسد بيه لاماشين، يعني يمكن يغسل لاماشين ديالي مضربوني لا ماش والو، يمكن ليا نقطع فيها بحال مثلا الشكلاط، فرماج حمر، كنخدمو ديال الحكاك. الناس اللي كيبغيو شي حاجه رقيقه الفرماج حمر كذلك، ساندويشات معايا هنا رقيق بزاف. هنا بالنسبه لي ساندويش كنوجدهم بحال كاشير، فرماج حمر، شوكولاط بالنسبه للكيك، هادشي كامل. هاد لاماشين هي هادي اللي كتكون مع هاد الغماسة هادو وبالشاطو ديالها. هادي الثمن تاعها الا كنتي باغاها سيداتي بوحدها كدير 250 درهم لا بروموسيون، نورمالمون كدير 350 درهم. دايره لا بروموسيون كنديرها شحال هادي لا بروموسيون، دايره لا 250 درهم. ودابا ندوزو لا برودوي الثاني، هذا هو البرودوي العجيب هذا بزاف ناس شكروه، الثمن تاعو كما طيحناه من 100 درهم 50 درهم. دابا غنزيدو نحطوه في الباك الجديد. بالنسبه للباك ديالنا اللي غيتكون كما كما البرودويات ديالنا غيكون الثمن تاعو جد رمزي، يعني كما كيقولوا غير كنبدلوا الفلوس وصافي. هنا بالنسبه للربيع، شوفوا معايا الربيع، الربيع البقوله الزيتونه اي حاجه بغيت تقطعيها وبغيت تقطعي الضو كنتي خارجه مع لافامي. شوفوا معايا هنا الربيع ديالي بسرعه بسهوله يمكن لي نقطعو، ندوزو العودات حتى هما ما يحوش العواد، واحد معايا مش عارف القوه ديال لاماشين حتى العواد يمكن ليا ندوزو. شوفوا معايا ثلاثة القبطات ديال الربيع ندوزهم بسهولة. هنا غنطلب لاماشين ديالي باش تجمع ليا الخضرة ديالي أو تجمع ليا الربيع ديالي أو اللحم كذلك، درتي الفيلي الحوت الفيلي يمكن لك تخلطي معاها أي حاجة. شوفوا معايا هنا نخلصها باش ما بغيت أي حاجة درتي فيها تقطعها لك بسهولة. نزلو البصلة، نزلو لاطيشة، أي حاجة الخضر ديالي باش نعمر المسمن ديالي، هادي هي اللي غتعاونك في الدار. شوفوا معايا السرعة ديالها، زائد هادي بالنسبه للناس اللي كيسولوا غير ما ماضياش، هادي الا قبضتها لاحظوا معايا ودوزت على يدي ما غتجرحش. هادي زوينه بزاف، وراه كاينين بزاف الناس دابا خداوها من عندي كيستعملوها حتى في الرزيزه. هادي في الرزيزه خطيره، الناس قالوا لي احنا مابقيناش باغيينها الربيع اصلا، ولاو كيستعملوها غير الرزيزه. لاحظوا معايا هنا بالنسبه للربيع ديالي كيفاش طحناتو بسهوله بلا عذاب بلا تعب. ها الربيع ديالي، ها الحمارة ديال البريوات، كدي عبارة البريوات ديالك بالخضرا، يمكن لك ديري أي حاجة كتقطعها لك بسهولة. هنا هاد لاماشين هي هادي، هادي كدير بروموسيون الناس اللي بغاوها كدير 50 درهم في لا بروموسيون ديالها. وكذلك كاين هاد الموس العجيب حتى هو راه معروف ومكاينش في المغرب، هذا كينقي الخضرة بسهولة طالع واكل نازل واكل، تا هو ماماضيش دوزتو على يدي ما يجرحنيش. بالنسبة للحوت نقطي الحوت، يمكن لك تخوي، يمكن لك تعمري، تصاوب لا ديكوراسيون، كيدير بزاف د الحوايج. هذا راه عجيب جدا بالنسبة لا ديكوراسيون. دخلي غير اليوتيوب ديري ايبليشوز، السمية ديالو ايبليشوز في اليوتيوب، غيطلعوك طبيعة الحال غيطلعوك فيديوهات ديال فيديوهات ألمانية ماشي بالعربية. أنا هاد البرودوي هذا معروف في ألمانيا بزاف، راح معايا عمري باش ما بغيتي لا ديكوراسيون بزاف حوايج كيدير كيخوي كيعمر. كنتي باغي تخوي مثلا الكورجيت فيك دوري بحال هكا ويخوي لك الكورجيت ديالك بسهولة، وتقطعي الكورجيت تاعك كيفك تعمري باش ما بغيتي كيجي بحال هكا. هذا كيدير 100 درهم تو بروموسيون 50 درهم. هذا بالنسبه لي برودوي ديالنا بثلاثه، كما شفتوا عندنا لاموندولين اللي هي هذه اللي كدير تقطيعات كاملين ومازال كدير كثر. هادشي وليت انا غير شي حاجه بسيطه، يعني شي حاجه قليله اللي كدير، يعني برانسيب الفريت ممكن تديري اي حاجه، ديري تفاح، ديري بنان، ديري ديري الديسير كامل، الفواكه كاملين او الخضر كاملين. بالنسبه لهذه
كما قلت لكم قطع الربيع، البقوله، المعدنوس، اختي خارجه في نزهه، بدها معاك في الطوموبيل، عرفتي ويلي تبغى تصاوبوا مثلا عيد كبير اي حاجه، صاوبي لهم بحال مثلا تقطع الربيع، تقطع داكشي تخلطيه كديه معاك كيبقى فخاش. هذه كما قلت لكم كدير 50 درهم، هذه كدير 250 درهم، وكاين هذا الموس حتى هو كيدير 50 درهم. دونك انا البرودوي الاخر، البرودوي الثالث اللي هو هذا، بالنسبه لهاد لا ماشين هادي، هادي عجيبه، هادي فيها كاس ديال الزاج كبير، هذا برودوي جديد عندنا، زاج جديد، هذا كاس كبير ديال الزاج اللي فيه متى فيه تقريبا واحد ايترون ونص، كاس ايترون ونص هو هذا، وكاينه ماكينه العطريه ديالو اللي هي هادي، حتى هي ديال الزاج، تحرك العطريه قهوه، اي حاجه بغيت تحنيها كطحنيها، عندك الموتور ديال لينوكس، فيه خمسه ديال لي فيتاس، روبوليكس راه معروفه وغنيه عن التعريف. اي ماشي لقيتي فيها روبوليكس غير خديها وعينك مسدودين. وكاين كذلك الكاس ديال اينوكس ديالها، بغيت تحني شي حاجه بحال مثلا الثلج، شي حاجه سخونه بزاف، لا سوب، كاين هذا، هذا كيدير 350 درهم، لا ماشين ديالنا بروموسيون 350 درهم يبغاها كلها. وبالنسبه للباك تاعنا اللي كيتكون من هاد لا ماشين زائد هاد القطاعه ديال الربيع زائد هاد الموس اللي كنلقى الحوت لا ديكوراسيون كيدير كلشي زائد هاد لا ماشين هادي، هادو كيبقاو كاملين بثمن جد رمزي. بالنسبه لا بروموسيون درنا مثلا، بغيتي تاخذي لا بروموسيون عندك 350 زائد هنا 100 هي 450 زائد 250 هي 700 درهم في لا بروموسيون. الا خديتيهم بثلاثه كيحيدوا لك 100 درهم، كتبقى 600 درهم كتاخذي البرودويات كاملين غير ب 600 درهم فقط عند الماجيك بلو. بالنسبه للارقام غتلقايهم في الشاشه وفي صندوق الوصف. مرحبا بكم عند الماجيك بلو.